هنا من قلب السجن المركزي في القنيطرة، قصص محكومين سابقين بالإعدام وتفاصيل ليال قاسية في انتظار تنفيذ معلق. هنا وراء هذه الأصوات حكايات عائدين من الموت. بغينا نعرفوا الاسم ديالك وشحال في عمرك؟ يوسف، 33 سنة. يوسف، فين عام دخلتي الحبس؟ 2011. عقل على الجلسة ديال النطق بحكم الإعدام، كيفاش دازت؟ شنو ذكرياتك من هذه الجلسة؟ عقل عليها. تقدر تعاود لنا شي حاجة؟ الصراحة دازت صعيبة عليا في ديك الوقيتة، بحالي ما اش نقول، بحالي كنت مرفوع، ما كنتش كنسمع غير الاصوات، ولكن ما كنتش كنستوعب شنو واقع. كنت عارف انه كيتسناك عقوبه الاعدام؟ لا. وفاش سمعتيها شنو كان الواقع ديالها؟ في ديك الوقيته اللي سمعتها ودني بحالي عطاوني واحد الصوت. اش نقول لك، الناس ملي كتسمع شي حاجه كتبكي ولا شي حاجه، وانا تصدمت. أنا تصدمت مدة طويلة وأنا في ديك الصدمة. الناس كتبكي ولكن أنا والو، ما بكيتش، بقيت مصدوم. ما عرفش كيفاش نشرح لك، ولكن كانت صعيبة عليا بزاف، وماشي غير عليا، الوالدين كانوا في الجلسة أكثر. كانوا كانت الوالدين أكثر. الوالدة ديالي ما كانش تما، ولكن كيفاش غادي يوصلوها لها؟ هذيك هي. شكون كان معك في الجلسة؟ الوالد ديالك؟ كيفاش؟ أخوتي. كيفاش تعاملوا؟ شنو كان رد الفعل ديالهم هما؟ اش غادي يكون رد الفعل ديالهم؟ ساكن ما عندهم ما يديروا، اش غايديروا؟ ما تقبلوهاش؟ بطبيعة الحال ما غايتقبلوهاش. نهار ملي رجعتي، أول ليلة ليك في الحبس ملي رجعتي من الجلسة، عقل على ديك الليلة كيفاش دازت؟ ما نعستش، ومشى غير ديك الليلة. راه مدة طويلة وأنا مأزم مصدوم. راك عارف الصدمة ملي كتكون في سميتو قاصحة، ما عرفتش كيفاش نشرحها لك، ولكن دازت عليا النفسية ديالي تأزمت بزاف. كانت صعيبة. علاش؟ حيت ما عمر توقعت نوصل حتى بحال هكا. عمر الحياة ديالي في إعدام، ولا في حاجة أخرى، ولا في حكم آخر، ولا سميتو، حيت ما كانش عندي في البال، ما كنتش متوقع أنني كاع نوصل الحبس في خطرة. كيفاش دوزتي دوك السنوات وأنت عارف راسك شي نهار غيفيقوا ويقدروا ينفذوا حكم الإعدام؟ صراحة ما عمر ما طاحت لي في بالي أنهم غادي يجيو ينفذوا الإعدام. صراحة أكثر ما كانت قاصحة عليا كنت كنشوف مثلا في المستقبل، اما بالنسبه انا يجيو يفتحوا ليا وينفذوا الاعدام، هذه ما زعما ما كانش كدور ليا في الدين ديالي. الدين ديالي اللي كنت كنفكر فيه بزاف هو ان المستقبل شنو هو. اعدام راه تنهضر على المده، ملي تهضر المده كتهضر على اللاج، واحد توصل لواحد العمر متقدم توصل. هذا هو اللي كنت كنفكر فيه اكثر، ومازال حاليا كنفكر في المده. دابا حاليا انت محكوم مؤبد. مؤبد. كيفاش كتفكر حاليا؟ حاليا الحمد لله نفسانيا، الحمد لله بخير. ماشي غنقول لك بخير، ولكن القضيه غادا كتعالج شويه بشويه. اما في المده ملي كتجي تشوف في البعد ديال سميتو شويه قاصح، ماشي شويه ولكن بزاف قاصح بزاف، حيت الانسان ضروري خصو يشوف المستقبل ديالو، خصو يشوف الحياه ديالو. هي حنا غلطنا وهذا الشيء ما كيدارش نهائيا، لا تقبلوا الله لا العبد، ولكن
كنصلحوا راسنا الحمد لله. ملي تخفت العقوبه من الاعدام المؤبد اعطاك امل شويه في الحياه؟ شنو تبدل فيك؟ امل ديما كان عندي في الحياه، واخا ملي كنت اعدام كان ديما الامل في الحياه. الحاجه الوحيده هو ملي كنت نفكر في المسافه في البعد. وحاليا اش نقول لك، كما قلت لك امل ديما مازال الحمد لله، وغير هو المسافه مازال طويله. هذا هو الاحساس ديالي انا. المسافه كتقصد المده؟ المده. اها. علاش؟ حيت الانسان خصو يشوف المستقبل ديالو، خصو يشوف بزاف د الحوايج. راه الانسان كيكبر ماشي كيصغر. هذا هو دابا من بعد التخفيف ديال الاعدام المؤبد، عندك امل انه يتم تخفيف؟ بطبيعة الحال عندي امل الحمد لله. بطبيعة الحال عندي امل. في المؤسسة السجنية شنو كدير؟ كتعمر اختك بشي حاجة؟ أنشطة؟ قراية؟ شنو؟ كنقرا، نتبع قرايتي من شحال هادي، والأنشطة. شنو كتقرا؟ شنو كدير؟ حاليا عندي السنة الثانية في القانون. وأنشطة. منوعات شوية هكا وشوية هكا. بحال شنو الأنشطة اللي كدير هنا؟ كندير الرسم. والمسرح. حاليا كنا كنديروا ورشة ديال المسرح. انت كمحكوم سابق بالاعدام، واش في رايك العقوبه خاصها تبقى ولا خاصها تحيد؟ شوفي، انا ما غاديش نقدر نحكم على شي حاجه، نهضر لك من التجربه ديالي انا، ما نقبلها حتى لشي واحد. نهضر لك من التجربه ديالي انا، من نفسيتي انا، من الحاله ديالي، من الحاله ديال الوالدين، من الحاله ديال العائله، من الحاله ديال الخوت. صعيبه على اي واحد بصراحه، نقولها لك صعيبه بزاف. صعيبه ربما تجي، انا ملي كنقولها غير هكايا ربما تجي، ولكن الانسان كيفاش يحس بها قاصحه، قاصحه للحياه ديال الانسان ما بين الحياه والموت. صعيبه. عايش ولكن محكوم بالموت. عايش ولكن النفس كطلع وصفط فيك، ولكن اعدام. ما هادي تشرحيها ما الا قلت لك يوسف بغيت منك شي كلمه ولا رساله، كلمه لوالديك ولا الاسره ديالك ولا المجتمع ولا شي. اولا صفت رسالة للوالدين ديالي، أخوتي، الله يطول في عمرهم يخليهم ليا ويرزقهم صحيحة. آمين. حيت داروا بزاف على قبلي. أخوتي صابرين معايا، حيت عارفيني انا ماشي ديال هادشي الحمد لله، وانا نيت عارف راسي انا ماشي ديال هادشي، حيت ما عرفتش كتاب، ما عرفتش حتى كيفاش. صبروا معايا بزاف، الله يخليهم ليا. اما المجتمع، الانسان في هاد الحياه كيغلط، هو الغلط متنوع، كاين صغير كاين كبير كاين. تهضر على الغلط، هذاك اللي كيغلط ما كيعرفش راسو حتى كيفاش ولا صافي. هادشي اللي نقدر. حاجه اخرى ملي غتخرج من هنا شنو تبغي دير ان شاء الله ملي غتخرج من هنا؟ اولا غنخدم على راسي بحالي بحال الناس، غادي نتزوج وندير وليدات، هادشي اللي بقينا في حياتي ان شاء الله. الله يكتب لك الفعل الخير. شكرا. الله يكسر راحك. شكرا يا يوسف، بارك الله. شكرا.